معكم، معكم احمد بالقاسم فونداتور ديال اجونسي دوكال ترافل في اكادير. هذا الحفل ديال ستكستك بارتي اول مره نديروه في اكادير، هذه النسخه الاولى بشراكه مع دريم ترافل وليفينغ تريب. واليوم ان شاء الله غادي نكرموا معنا يعني تكريم خاص لواحد النجم ولا نجم وخونا في الدومين من شحال هادي، يعني الدومين ديال الاسفار اجونس دو فواياج، سفيان نعوم، لقب ديال ستاند اب ديال هذا العام. ان شاء الله غادي يكون تكريم وغادي تكون مفاجاه تخدين اخرين ان شاء الله. خليكم معنا، تحياتي لكم وشكرا على هذا الحدث المميز من يد المجموعات الثلاث اروع واجمل واحلى ثلاث مجموعات بمدينه اكادير ولماذا بالمغرب اللي كنفتخروا بهم واللي شرف لنا اننا نحضروا معهم اليوم. دريم سترافل ليفن تريب اند امتوكال. مساء الخير وشكرا، شكرا بزاف، لان الان كنت واجد في قصر تامونت الحفلات، وهذا تكريم اللي هو يعني نوعي لانني كنتكرم من طرف تكتل ديال واحد ثلاثه ديال الوكالات ديال الاسفار. بعض الاخوان يعني ربما بان لهم من الطبيعي ومن البديهي انه مادام انا كنشتغل في الدومين ديال السياحه انني نتلقى التكريم هذا. كنشكرهم بزاف من الاعماق، لربما كان حري انه بعض الجهات في نفس الموقع انها تقوم بهذه المساله، ولكن الحمد لله. كنشكر جميع اللي التفتوا ليا من الولايه، من المجلس، من الناس ديال لانزا اللي حسيت بانني ولد انزا حقيقي، ما تخلوش عليا وكبروا بيا وركبوني فوق الحصان. وكذلك غيكون غدا ان شاء الله تكريم من طرف فريق حسنيه اكادير من الشوطين من طرف الرئيس، وهذه بادره هي نوعيه صراحه. هذا ميساج اللي كنبغيو نقولوه للمدن الاخرى. الحمد لله المغرب كله زوين، كله كيتضافر، ولكن اكادير بينت لجميع المغاربه انها ما كتخلاش على ولادها وانها كتكبر بوليداتها، وهذا شرف، شرف كبير انني ننتمي لهذه المدينه. شكرا. عليكم، مرحبا بكم معنا في سيكسيك بارتي. البارتي هذه اللي كانت واحد البارتي اللي هي سبيسيال اللي متنظم ثلاثه ديال لي زاجونس دو فواياج هنا في اكادير، والحمد لله الامور كما كتشوفوا جد جد رائعه. الناس ناشطين، فرحانين، كلشي امور غاده مزيان، والحمد لله اليوم كان لينا الشرف باش انه سفيان نعوم المفخره ديال جهه سوس انه يشرفنا في هذا الحفل هذا اللي الحمد لله يعني كيشركنا واحد المجال واحد، ولنا الصراحة الشرف الكبير باش أنه يكون معنا في هذا الحفل. ومرحبا بكم. معنا في هذه امسيه تنظمات بشراكه ديال ثلاثه ديال الوكالات ديال الاسفار في مدينه اكادير، دريمز ترافل ومجموعه ام دوكال ترافل وليفين تريب. فهذه الامسيه هذه كانت ختام لواحد المسار اللي جمعنا في الميدان ديال الرحلات في المملكه المغربيه، ورأينا اننا نتحدوا ونكونوا نديروا هذا الحفل هذا باش نعطيوا واحد الصوره ايجابيه على المجموعات الثلاث. وايضا درنا التفات للاخ سفيان نعوم صديقنا وزميلنا في الميدان، ودرنا له واحد التكريم في هذه الامسيه هذه اللي صراحه كيستحق تشجيع وتنويه بزاف، فشرف المدينه وحقق واحد الانجاز اللي صراحه حنا فخورين به بزاف. وشكرا لكم بزاف، وتحيه لكم من هذا المنبر هذا. شكرا لكم بزاف.